اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله مع الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ احمد عويس. ابو حميد اهلا بيك، منور الدنيا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا محمد، واهلا بيك، وبعتذر عن غياب اسبوعين على التوالي، كنت في ابو ظبي بقى والامارات وللاسف يعني لم نوفق، ويعني هارد لك، ومبروك الثلاث نقط امبارح والفوز 16 على التوالي للنادي الاهلي في مباراه الدوري واستكمال مسيره الانتصارات وتصدر الدوري منفردا بفارق كام نقطه عن المقاولين؟ تتكلم في 16 نقطه المقاولين، 16 16 و17 عن الزمالك حتى الان. وبعد التطبيق اللائحه ممكن يبقوا 20 و 20 30 بقى نشوف لا 20 اللائحه بتقول انه هنشوف ثلاث نقط المباراه وثلاث نقط الخصم في نهايه الموسم كمان، مش دلوقتي. طيب الموضوع اكبر من اللائحه خلال الفتره اللي جايه. طيب عايز اسالك على الاحداث بشكل عام، انت عشت احداث السوبر في ابو ظبي وعشت احداث الامس، بشكل عام الاحداث بشكل عام انت بتناقشها ازاي او شايف المحاور اللي فيها ازاي بالنسبه لك كناقد رياضي وككاتب صحفي؟ طب بص، عشان بس اكون واضح، انا احداث السوبر انا لحد ضربات الجزاء، انا شفت الماتش لحد ضربات الجزاء، وبعد ضربات الجزاء يعني خرجت من الملعب، لان انا في اوقات كده ما بحبش ابقى متواجد، مش بتتفائل مثلا، مش ببقى متواجد في حته الاهلي خسران فيها، فانا بعد ضربه الجزاء الاخيره سددها لاعب الزمالك خرجت من الملعب. شفت الاحداث، على فكره في ناس كتير قوي من اللي كانوا في الملعب ما شافوش الاحداث غير عن طريق الفيديو. بعد كده في 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 القنوات اللي حصلت في القنوات والحاجات، المقاطع الفيديو والحاجات دي. والحقيقه خلينا نكون واضحين انه الاحداث كلها احداث سيئه، بحلوها بمرها باللي حصل، والنادي الاهلي طلع بيان واتحاد الكره طلع عقوبات. خلينا نشوف الدنيا رايحه لفين، يعني خلينا نروح لمنطقه اللي جاي، لان احنا عندنا مباراه مهمه جدا جدا يوم السبت، اعتقد انه قفل الباب، لان لو اتكلمنا في السوبر وماتش امبارح وعايزين 10 حلقات نتكلم، وفي كلام كتير مش هيبقى كويس، ففي كلام مش هيبقى كويس، والحقيقه على الكل، يعني عشان نكون واضحين، يعني كلام مش كويس على الكل. فالحقيقه خلينا نعدي اللي حصل امبارح واللي حصل اليوم الخميس بحلو ومره، نقول انه المباراتين انتهوا، مباراه انتهت بفوز الاهلي ومباراه انتهت بالتعادل، والزمالك حقق البطوله بضربات الجزاء كالعاده. يعني بنبارك لجماهير الزمالك على البطوله، وبنبارك لجماهير الاهلي على الثلاث نقط والانتصارات المتتاليه. وخلينا نبص الفريقين عندهم مباراتين مهمتين جدا جمعه وسبت، الناس كلها تتفرج بقى، ونقفل الباب ده، وبعد لان الباب ده هيتفتح جاي دوره جاي، الباب ده جاي دوره جاي. فنعدي المهمه، اللي انت عندك 10 ايام الحقيقه فاصله، خلينا نتكلم على الاهلي فاصله في مستقبل الاهلي الافريقي. اعتقد مسابقه الدوري كلينيكيا الاهلي بطل الدوري. طيب بس في جزئيه مهمه جدا برضو. طبعا طبعا انا معاك في كل اللي انت بتقوله، بس في جزئيه مهمه متعلقه باللوائح، لان احنا كذا مره التقينا مع بعض وكنا بنتكلم، فاكر انت حتى قبل انطلاق تصفيات افريقيا المؤهله لطوكيو اتكلمنا اللوائح لازم تكون موجوده، ابعتوا لائحه المسابقات، عرفونا ايه لائحه الانضباط، فاكر الفتره دي؟ واتكلمنا على جدول الدوري، حطوا بنود سليمه لجدول الدوري عشان الجدول الدوري يبقى كل واحد عارف مسؤولياته ومين على فين. ازمه ماتش امبارح دي مش بتكلم عن ازمه امبارح، مش بتاعت امبارح، يعني ماتش امبارح لو اتلعب في ميعاده زي ما الاهلي قال كان الموضوع خلص. انا بتكلم على اللوائح مش موجوده عند الانديه، الاتحاد مش قايم بدوره وعامل لوائح لكل مسابقه، الاتحاد مش قايم بدوره وبعت الانديه بعت اللوائح للانديه عشان تبقى الانديه عارفه ايه اللي ليها وايه اللي عليها. بص يا محمد، عشان برضه نكون منصفين، يعني الاتحاد قال ان اللائحه اتنشرت على موقعه يوم 20 سبتمبر قبل بدء المسابقه بيوم، ونشر خبر من الـ من الـ من من يعني قال عمل سكرين شوت الميعاد، الخبر الميعاد ما اتنشر. خلينا ده نشر شروط المسابقه ما نشرش اللائحه. لا اللائحه شروط المسابقه، والاستاذ وليد العطار قال انه اللائحه اتسلمت للنادي الاهلي واتسلمتها الاستاذ حنان الزيني. بص خلينا كل ده فتره دربكه، هي في دربكه بتحصل. الاهلي طلع بيان هادي، اعتقد انه افضل ما حدث، افضل حاجه في المنظومه في الموضوع كله بالزبط. هو بيان النادي الاهلي الهادي، رغم انه في برضه يعني ايه انه كان في برضه بعض اللبس على موضوع السي دي، اصل السي دي راح، اصل السي دي ما جاش، والاتصالات اللي حصلت والكلام اللي حصل، ما هي الحيثيات اللي طلعت كده، ما الحيثيات اللي طلعت كده، الطريقه طبعا مكتوب فيها كده. ما هو يعني طلع امبارح سهيل العريفي قال ان احنا لا بعتنا لاتحاد الكوره سي دي بالاحداث المباراه واللي حصل، يعني وسهيل العريفي ده رئيس لجنه منظمه. فالموضوع كله تم معالجته غلط. بيان الاهلي اعتقد انه افضل حاجه فيه، عارف ليه؟ لانه هادي، لا لانه طالع بناء على دراسه قانونيه سليمه 100%. صحيح صحيح، هو الحاجه الوحيده بس اللي هي
اللي فيها لبس موضوع اللقطات والسي دي وبتاع، انما البيان الحقيقه انا بحاول البيان هادئ. فكره ان المسؤول المشجع الحقيقه الاستاذ عمرو الجنايني هو راجل محترم وله مني كل الاحترام، وشخص في منصبه، هو شخص ناجح جدا في منصبه في عمله الخاص، عمله العام، في عمله العام، لا عمله العام، عمله اللي قصدك انت، عمله بره 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 الكوره يعني. لكن ها ما ينفعش انت يا استاذ عمرو رئيس، انت برضو جرجرت يعني، انت جرجرتني برضو ما اصل بيان النادي الاهلي والاحداث اللي بتحصل لازم الناس تسمع الاعلام برضو شايفها ازاي. ما ينفعش، ما ينفعش. انت عارف انا اهلاوي تمام، لو بسلم جايزه للاعيبه الاهلي هبقى مضطر ان انا اقف ثابت يعني، ابقى واقف. شوف الكابتن سمير زاهر لما كان بيسلم لعيبه النادي الاهلي بطولات دوري او كاس او الله رحمه الله عليه، واقف ثابت، مفيش مهندس انا بريده، واقف ثابت مفيش اي رياكشن، رغم ان الاثنين لهم انتماءات، ولكن عمر ما حد شفته على المنصه انتمائه باين. ما ينفعش، ما ينفعش انتمائك وانت واقف راجل مسؤول يبان. محمد فضل قبل المباراه بيوم كان في مباراه خماسي بين خماسي الاهلي والزمالك، مظبوط، لعب شوط بالاهلي ولعب شوط بالزمالك، مع انه احد ابناء النادي الاهلي، عشان في اللجنه الخماسيه، عشان في اللجنه الخماسيه. ما ينفعش، ما ينفعش استاذ عمرو تقف على الـ على الـ على الـ على باب الممر وتحضن شيكابالا بعد ما فعله، وتقول له وشي حلو عليك وتحضنه، وبعدين اصل ده ابني. وبعدين انا ازاي اثق في العقوبه بعد الحضن ده؟ يعني اثق في العقوبه ازاي بعد الحضن ده؟ على فكره ممكن تقول عقوبه سليمه، يعني ممكن تقول عقوبه صحيحه، ولكن انت اللي افسدتها. ما هو انا انت افسدتها بما حدث، اللي انا شفته قدامي بيفسد العقوبه. تاني خلينا نخرج من الموضوع ده، عشان انا والله العظيم داخل بس في جزئيه اللوائح، مش عايز اتكلم في التفاصيل، مش عايز اتجرجر في التفاصيل، عشان يعني نخلص الحلقه على خير وما يبقاش الظهور الاخير اللي هي قناه النادي. طيب مباراه سان داونز، البطوله الافريقيه، الاحداث اللي جايه، اعتقد شايف شايف التجهيز والشغل عليها ازاي؟ لازم لازم لعبتنا الاهلي تفصل تماما تماما اللي حصل في خلال الخمس ايام اللي فاتوا، يخرجوا تماما من الاحداث دي. مباراه مهمه جدا، مصيريه للنادي الاهلي وجماهيره، وانا واحد من الناس الحقيقه مستنيها وهروح احضرها في الاستاد. وخلينا برضو بما اننا بنتكلم على مباراه سان داونز بنتكلم على موقع تذكرتي، وانه الجمهور نتكلم بقى نقول، لانه اكتر من حد اهلي او زمالك انا شايف ازمه كبيره في الحصول على التذاكر، في مشكله في الموقع، الموقع بيقع، لازم المسؤولين على موقع تذكرتي يحلوا الازمه دي، لانه ماتش الزمالك يوم الجمعه، ماتش الاهلي يوم السبت، فاضل 48 ساعه لماتش الزمالك، فاضل 96 ساعه 72 ساعه لماتش الاهلي. الماتشين مهمين قوي لمصر، حضور الجماهيري مؤثر جدا. الاهلي والزمالك هيروحوا يلعبوا، الاهلي والزمالك هيلعب في تونس وسط 50-60 ألف، الاهلي هيروح يلعب في جنوب افريقيا وسط 50-60 ألف. لازم احنا نقف جنب الفرقتين بتوعنا، لازم نقف ظهرهم. الجماهير لازم يبقى في حل سريع لموضوع التذاكر، لازم هم الناس قالوا على الموقع انه في اصلاح في الموقع وانه في تجديد في الشبكه، ولكن كان نشر ده على الصفحه الرسميه، على الصفحه الرسميه، ولكن الموضوع واضح الموضوع اتاخر. نتمنى ان الموضوع يتحل بسرعه عشان نلاقي استاد القاهره منور زي ما كان منور في كاس الامم، منور في كاس الامم من تحت 23 سنه، عشان نشوف جمهورنا وهو واقف جنب فرقه، ونشوف الفريقين ان شاء الله ان شاء الله بيلعبوا بعض في النهائي باذن الله. طيب الاهلي مع سان داونز بالاحداث الحاليه، الاستعداد الفني والاستعداد الشكل الفريق في الفتره الحاليه، شايف ان عدم اقامه المباراه بالامس والاحداث اللي حصلت ممكن يكون ليها رد فعل على مباراه الجمعه والسبت في افريقيا، ولا مباراه افريقيا الفرقه بتستعد لها بشكل مختلف؟ لا، الفرقتين فاصلين، فاصلين، الفرقتين فاصلين تماما. اعتقد يعني انه فرقه الزمالك اصلا ما راحتش، فالماتش بالنسبه لها ما يعني كانوا براه. لعبه الاهلي ما لعبتش، فكان تمرينه، الفرقه اتمرنت تمرينه كامله على الملعب، وكانت فرصه ان هم اتمرنوا، بقى لهم كتير ما اتمرنوش في استاد القاهره، فاتمرنوا حلو تمرينه كامله وداسوا الملعب في استاد القاهره واتمرنوا تمرينه، وفي امطار كمان لو حصلت امطار، او حصلت امطار. لا اعتقد فرقتين فاصلين، واعتقد ان الاهلي باذن الله باذن الله هيحقق نتيجه ايجابيه كبيره باذن الله. يعني انا يعني انا من الناس اللي طول الوقت ببقى قلقان قبل الماتشات الكبيره، لكن الماتش ده ان شاء الله ان شاء الله انا متفائل جدا ان احنا نعمل نتيجه كويسه باذن الله. وجود سان داونز قبل المباراه بحوالي 4 ايام، لا هو خلاص يعني بيتسو موسيماني بيلعب على طول الوقت دلوقتي، هو بيلعب معانا نفسيا، فهو جاي من بدري عشان يبدا يطلع تصريحاته اللي هي بيبدا يقولها كل شويه، الاهلي كويس وفريق كبير ونتيجه المباراه المره اللي فاتت مش هتتكرر، واصاباتي وغياباتي، واصاباتي وغياباتي، الرساله اللي بيحب يوصلها، فكرة دي فكره التنويم المغناطيسي اللي بيعملها طول الوقت دي، اعتقد ان هي خلاص خلصت يعني، واعتقد ان احنا فايقين تماما. وماتش خلينا نكون واضحين، ماتش 5-1 لو اتلعب مليون مره ثانيه مش هيتكرر،
مش هتكرر. لقيت الاهلي ما كانتش في مستواها. خلينا نقول واضحين كمان الماتش اتلعب الظهر، الماتش الجاي هيتلعب الساعه 6 برضو. دي نقطه مهمه جدا ما حدش واخد باله منها، لعب المباراه 3 العصر ده كان قاتل بالنسبه للعيبه الاهلي في رطوبه ودرجه حراره عاليه. الماتش هيبقى الساعه 6. هو جاي عشان يتعود، عشان يخفف الضغط على لعيبته، لانه لو جه لقى الضغط على طول هو جاي ياخد اجواء القاهره من بدري. هو هنا من بدري. المصريين المصري معاه خالد علي كان موجود تقريبا. خالد ما سابش الاهلي من ساعه ما القرعه بقت مع الاهلي. تقريبا حتى ماتش السوبر كان مع الاهلي هناك في الامارات. كان هناك في الامارات. الحقيقه هم متابعين ومركزين، وان شاء الله يفضلوا مركزين كده ان شاء الله لغايه ما نخرجهم من دور الثمانيه باذن الله. خلوهم مركزين لغايه ما يخرجوا. اصل يعني يا جماعه الوداد الموسم اللي فات بعد ما كسبونا 5 الماتش اللي بعده تعادل مع الوداد 0-0. يعني الوداد كسبهم في مباراه الذهاب 1-0 وعرف يقفل الماتش، وقفل في الماتش في القفل الماتش اللي هناك وكسب. يعني هو مش فريق لا يعني مش فريق عملاق قوي يعني الدرجه دي. يعني احنا كنا مفككين جدا، وفكره ان انت تدخل في الجولين في اول 10 دقائق وتاخد جول في اول في وانت ناقص لك جاي ماتش هنا كمان ما تعرفش تقفله. هي يعني ماتش لا ظروفه مختلفه غير نفس ظروف الماتش ده ان شاء الله. انه ان شاء الله يكون كل مصابين الاهلي جاهز ورمضان يكون جاهز. النهارده رمضان كان في المران الجماعي، رمضان يكون جاهز، اللعيبه اللي تكون حصل استشفاء كويس. انت اول اخر ماتش لعبته من الخميس واعتقد هتلعب السبت، في فتره راحه كبيره عوده كل الناس الغيابات. اعتقد ان الايقافات المحليه دي مش هتاثر على اللعيبه في خالص. وانا برضه عايز يعني بمناسبه هل مباراه امبارح هتتحسب لاجايي وياسر ابراهيم في الايقاف؟ انت اللي بترجع اهو، شفت يعني انت اللي مصر يعني هل هتتحسب ولا مش هتتحسب؟ تتحسب طبعا. يعني من مباريات الموسم مش هتاخد فيها قرار؟ بالظبط. مباراه من ضمن مباريات الموسم؟ بالظبط. ده هيتحسب في حاجات كتير. بس ما تستعجلش. كلام كتير جاي. فطبعا اتمنى ان لعيبه الاهلي عارف انت ايه، وانت بتجهز اي ملف كده سبحان الله بتلاقي ايه حاجات بيجي لك لوحدها عشان تدعم ملفك. حاجات تجي لك لوحدها عشان تدعم ملفك، هتدعمه في ايه وتكتب ايه دي خليها بعدين طبعا. بس انا بقول لك ايه، سبحان الله كده في احداث بتحصل عشان انت ماشي بشكل محترف، فربنا بيقدر لك كده مواقف معينه عشان صحيح. تقوي لك ملفك صحيح. في اطار تاني وفي ملف تاني صحيح. طيب هيرجعني لجزئيه مهمه، اقامه المباراه على استاد القاهره بحضور 30,000 متفرج، مدى اهميتها بالنسبه للاعبي النادي الاهلي؟ استاد القاهره بص طول الوقت انت جزء نفسي منه استاد القاهره، ولا اتمنى ان ال 30 دول يزيدوا يبقوا 50 يعني عشان هو 30 ربنا يسهل. 30 دول في استاد القاهره بيبقوا شكلهم مش لطيف. يعني ال 30 في استاد السلام بيبقوا حاجه حلوه جدا، تمليت الملعب. انما ال 30 في القاهره يعني هنص الملعب بس نص الملعب. فخلينا يعني لو زادوا بقى 50 هتبقى حاجه حلوه جدا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. لا طبعا استاد القاهره في روح الفوز وفي روح انتصارات النادي الاهلي، وفي ارضيه الملعب مختلفه، لعيبه الاهلي واخده عليه. لا اتمنى انه استاد القاهره هيبقى يفرق كتير مع الاهلي والزمالك في المباراتين. يعني ان شاء الله يحققوا فوز عريض في المباراتين، لان ده شكلنا يعني شكلنا، لان احنا يعني خلينا برضو نكون واضحين يا محمد، شكلنا الكره يعني امبارح واللي حصل الحقيقه احنا اضحوكه العالم فيما حدث امس. ده العالم بيتفرج عليك اساسا. لا يعني على المنطقه يعني خلينا هو بينه وبينك ما حدش بقى حاسس بينا باللي بيحصل بصراحه. لا الجيران يعني الجيران بتوعنا بيضحكوا علينا يعني الجيران يعني الجيران نيجي ولا ايه مش جايين يعني. الحقيقه الموضوع بقى صعب جدا. انت برضه اللي بتروح. فخلينا يعني الماتشين دول تمام ان شاء الله هيرجعوا صوره الكره المصريه ويرجعوا لها الهيبه اللي تهانت في الفتره اللي فاتت. حضور الجماهيري هيبقى ان شاء الله مشرف، الجماهير هتقدم صوره حلوه جدا، والامن الحقيقه. وبرده نرجع بقى تاني لمنطقه ماتش امبارح، لان طول الوقت احنا بنحمل الامن تاجيل الماتشات. لازم نشكر الامن على اللي حصل امبارح. مظبوط. امن امبارح رغم كل الضغوط عليه قبل من يوم الجمعه لحد بالليل، ضغوط جامده جدا عشان يطلع قرار انه ياجل المباراه لظروف امنيه، ورفضوا وامنوا المباراه وامنوا الطريق للفرقتين وامنوا كل حاجه. فالحقيقه بنشكر تماما الامن المصري على موقفه الرائع، ونتمنى بقى انه يكمل بقى على كده وتبقى الماتشات بجماهير افريقيا بعدد كامل. وان شاء الله ان شاء الله جماهير مش هتغزلهم. كمان رساله تقدير للامن المصري والامن الوطني في هذه الجزئيه في فكره ماتش السبت ان شاء الله في استاد القاهره. يعني كل اللي قاله زميلي العزيز احمد عويس في هذه الجزئيه مهم جدا، لكن كمان امن بلدنا في فكره ان ماتشات افريقيا الحساسه والكبيره دي تتلعب على استاد القاهره بحضور 30,000 متفرج، رقم كبير في دور الثمانيه في استاد القاهره في وسط احداث كبيره جدا. لكن في نفس الوقت الامن عارف اهميه الدور الوطني للانديه في البطولات الافريقيه، فبيساعد قدر الامكان
فبرضه يا ابو حميد لازم فكره ان الامن يسمح بحضور 30,000 وفي استاد القاهره ويراعي طلبات الانديه في هذا الامر، ده شيء لازم نشكرهم عليه بجد، لان هم في التوقيت ده بيعرفوا يختاروا امتى التوقيت المناسب لحضور الجماهير، امتى يفتح الاستاد القاهره للجماهير في ظل الاحداث اللي بتحصل. وهو الامن ملوش علاقه بالاحداث اللي بتحصل، بس انت عارف الاحداث دي ممكن تخلي الامن ياخد قرارات تانية، لكن في نفس الوقت الامن بيبقى حريص جدا 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 على انه يساعد في اقصى ما لديه لمساعده الانديه ومساعده الجماهير كمان. اعتقد انه الامن بمباراتي الجمعه والسبت ان شاء الله هتبقى بدايه جديده، الجمهور مش هيغزلهم، الجمهور هيبقى على مستوى الحدث ان شاء الله زي ما كان على مستوى الحدث في كل المباريات السابقه. واعتقد ان مباريات السيمي فاينل والفاينل هتبقى، لا مفيش فاينل، الفاينل لسه احنا ما رحناش اصلا للفاينل، الفاينل ده قصه كبيره خلاص، الفاينل برانا. فالسيمي فاينل وان شاء الله نبقى فريق من الفريقين او الفريقين في الفاينل، ونشوف بقى قامه المباراه النهائيه هتبقى فين بعد الملفات. احنا ما قدمناش ملف طبعا، لا ما قدمناش وخلاص، فرصنا بقت بره الموضوع يعني. بالظبط كده يعني. بالظبط كده. طيب ماتش سان داونز ممكن تفرق معاك النتيجه الكبيره، فكره الصقر القروي اللي بيتقال من الجمهور او بعض الصحف، الصقر القروي هنا دي مباراه، انا لسه عندي مباراه تانية يعني المفروض اكسب بشكل يحفظ لي النتيجه وانا بلعب هناك. بص يا محمد، مباراه اللوك اوت طول الوقت بدايتها 0-0، تفضل محافظ على الصفر بتاعك، الصفر بتاعك طول ما انت الصفر بتاعك مصان انت في امان نسبي، لان الجول على ارضك مزعج جدا. تمام، فانت طول الوقت تفضل محافظ على الصفر بتاعك، الصفر بتاعك مصان، والصفر بتاعه بقى تبدا تزود عليه. في عداده بقى. تزود واحد، تزود اثنين، تزود ثلاثه، تزود اربعه، على قد ما تقدر انت تزود في عداد الصفر بتاعك. انما الصفر بتاعك ما حدش يجي جنبه. تمام، لازم اخرج يعني بدايه النجاح في مباراه اللوك اوت ان انت تخرج على ملعبك والشبكه بتاعتك نظيفه. ده زي ما يعني ده اعتقد ده اللي اتعلمناه، ان انت تخرج شبكتك، لما تخرج شبكتك نظيفه بتبقى هناك، اصل انت هناك لو لا قدر الله دخل فيك جول هنا، فبتبقى لازم مطالب او من البدايه بتبقى لازم تجيب جول هناك عشان تعوض الجول اللي جه فيك. حتى لو انت كسبان اربعه، لانك 3-0 تطلعك، انما لما بتجيب الجول، فكره الجول باتنين دي اللي اعتقد ان هي هتتلغي في المسابقات بعد كده، لان خلاص يعني اوروبا اعتقد ان اوروبا دوري ابطال اوروبا هيلغيها من الموسم اللي جاي، ما فيش حاجه اسمها الجول باتنين، لانه نتائج الفرق كلها البلاد هناك كلها قريه واحده يعني بيلعبوا جنب بعض يعني. بالظبط. فاعتقد فكره الجول باتنين دي في دوري ابطال اوروبا هتتلغي. فكره الجول باتنين دي مزعجه جدا، لانك لما تكسب 1-0 غير لما تكسب 2-1، لما تكسب 2-0 غير لما تكسب 3-1. تمام، يعني انت في مباراه الترجي في النهائي الموسم قبل الماضي، لو الماتش خرج 2-0 كان افضل لك من 3-1. لانك لما بقى الماتش 2-0 هناك بقيت مضغوط ان انت عايز تجيب جول، فضغطت فجيب فيك الجول التالت. انما انت لو الماتش 2-0 هنا وهو جاب ال 2-0 حتى، فانت لسه متعادل ورايح ضربات الجزاء. ففكره انه الحفاظ على النتيجه بنتيجه البياض زي ما بيقولوا في شبكتك دي مهمه جدا جدا جدا. اعتقد انه ريني وايلر وجهازه ولاعيبه النادي الاهلي عارفين ده، مش محتاجين حد يقول لهم انه الحفاظ على الشباك نظيفه هنا بتديك افضليه طول الوقت وانت بره. عشان كده ده اللي عامل فرق مع فكره ان المباراه الاولى هنا مش هناك، ده عامل قلق شويه لبيتس موسيماني مدير فني سان داونز. طبعا ده عامل له، مش اقول لك ازمه، بس عامل له فكره ايه، حساباته مش نفس حسابات الموسم الماضي. يعني انا مثلا طول الوقت كان بيقول يعني فكره ايه، انه الاهلي هيطلع اول عشان الماتش الثاني هنا، ما احنا الموسم اللي فات كنا اول، لعبنا الماتش الثاني هنا عملنا ايه بالظبط؟ انت لعبت النهائي قدام الصفاقسي الماتش الاول هنا وهناك كسبت، لعبت الماتش قدام الترجي الماتش النهائي الاول هنا وهناك كسبت، لعبت قدام شباب القطن الكاميروني كسبت هناك. الاهلي اول ده الاهلي من 8 بطولات واخد 3، واخد كوتوكو اول بطوله بره، واخد القطن الكاميروني بره، واخد الترجي بره، الصفاقسي واخد الصفاقسي بره، اربع بطولات نص 8 اربع بطولات نص 8 واخد الهلال هنا اعتقد، واخد النجم الساحلي هنا، اورلاندو بايرتس هنا، و فاضل واحده كده، فاضل واحدة. الاورلاندو كايزر تشيفز هنا. كايزر تشيفز كان سوبر. لا يبقى كانت اورلاندو سان داونز هنا 2001. كان هنا. فيبقى انت اربعة هنا واربعة هناك. اربعة هنا واربعة هناك. فانت واخد اربع بطولات بره ارضك. والاربع بطولات بره ارضك انت
في ماتشات كنت مخلص يعني اول بطوله كنت كسبانها 3-0 قد كوتوكو، الهلال كنت متعادل هناك 0-0 وجيت هنا كسبت. يعني الحقيقه يعني ما بقتش موضوع بره وجوه ده، بالعكس انت هنا خلص واكسب كتير بدري وريح دماغك يا مسهل ان شاء الله باذن الله. طيب هرجع بقى لجزئيه مهمه جدا وهسالك بقى، ما ترجعش بس يعني ارجع، لا هرجع بس ارجع بس ما تخبطش بخطوه بسيطه تخبط ما تقلقش. هسالك بقى بحسك الصحفي ومعلوماتك وكواليسك اللي انت كده انت عندك معلومات، في اجتماع النهارده معرفش خلص ولا لسه، يعني الساعه 3:05 لسه شغال، ده طول قوي على فكره، اجتماع بين مندوب مكتب الفيفا اللي في القاهره او حتى مندوب الاتحاد الدولي مع اللجنه المؤقته او لجنه التطبيع زي ما انت بتحب تقولها، يعني هي اسمها كده يا جماعه، اسمها كده ماشي. الاجتماع ده ايه محاوره؟ ايه تفاصيله؟ ايه الاخبار اللي عندك بخصوص هذا الاجتماع؟ الاجتماع كله على اللائحه. انهي لائحه؟ تعديل لائحه الانتخاب الاساسي للاتحاد. تمام. يعني اغلبه بسبب تعديل لجنه النظام الاساسي، واعتقد انه لائحه هتطلع في خلال ايام. تمام. بس طبعا تطرقوا لما حدث مباراه امس وطلبوا تقرير عن ما حدث، تقرير كامل. وبرضه خلينا نقول نكون واضحين، ما فيش حاجه بتعملها اللجنه بره الفيفا، لان دي الفيفا الناس مش واخده بالها. اللي بيدير الاتحاد المصري فعليا هو الاتحاد الدولي لكره القدم. مظبوط. يعني اللجنه دي بتدير طبقا لتعليمات اتحاد المجموعه اللي موجوده من الفيفا. مظبوط. والمجموعه اللي موجوده من الفيفا بتسال على كل كبيره وصغيره، بدليل انه في مدير مالي اتعين في الاتحاد المصري ومش بعد يومين اتشال، بعد 48 ساعه اتشال، يعني ما خدوش موافقه عليه، عشان ما خدوش موافقه عليه. بالظبط. فما فيش حاجه بتحصل في الاتحاد المصري لكره القدم بدون علم لجنه الفيفا، عشان كده اعتقد ان عقوبات مباراه الامس هتبقى يعني قاسيه جدا. هتبقى قاسيه جدا. عارف ليه؟ عشان في اطار الحفاظ على المنظومه الرياضيه ومسابقه الدوري العام. الاطار العام اللي موجود في لجنه القيم. فكره انه الفيفا تطلب اللجنه المسؤوله او الناس المسؤولين المفوضين من الفيفا لاداره الكره في مصر، اللي هم مش اللي بتوعنا احنا، المفوضين من الفيفا اللي الفيفا فوضهم، يبقى مشرفين على المجموعه اللي عندنا. مظبوط. مهتمين جدا بالموضوع. طلبوا تقرير كامل عن احداث المباراه، طلبوا تقرير الامن عن احداث المباراه، طلبوا ما حدث قبل المباراه، واعتقد انه في عقوبات ثانيه على بعض الاشخاص هتحصل. برضو انت مصمم انت ترجعني؟ ماشي. لا انا بسالك على اجتماع الفيفا والله. ما هو اجتماع الفيفا كان انا. طيب. ما انا بقول لك. واعتقد انه قبل نهايه الاسبوع هتكون في قرارات صدرت في مباراه السوبر. بس يعني اعتقد انه المؤكد اللي انا اقوله لك وانا انه الاهلي خد 3 نقط. ما ده شيء مفروغ يعني منه. يعني الاهلي بقى 48 نقطه. بالزبط. يعني الاهلي في الجدول 48 نقطه خلاص. بالظبط. لكن في امور ثانيه هنشوف الفتره الجايه يحصل فيها. بالظبط كده. لكن الاجتماع في الاساس ده اجتماع عليها. بس الاجتماع اصلا كان محدد من فتره. جدول الاعمال محدد. ملوش علاقه متبلغين من فتره ان في اجتماع يوم 25 فبراير. لا ملوش علاقه بال عشان يشوفوا اخر تطورات لائحه النظام الاساسي. ملوش علاقه باللي حصل امبارح. يعني هو كشف حساب على ما حدث. يعني احنا عملنا 1 2 3 4 ليه علاقه بالفار، الفار هيتطبق امتى، كذا 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 كذا، وبعد كده طب اللجنه الخماسيه هي اللي هترفع تقرير مفصل ولا الطلب منها ترفع تقرير مفصل؟ الطلب منها. الطلب اصل تفرق. لا الطلب. يعني انا قاري مثلا خبر على اليوم السابع، اتحاد الكره يرسل للفيفا تقريرا مفصلا على احداث السوبر. لا الطلب منها. ده الطلب منها. حرفيا يعني انا يعني المجموعه السوبر والسوبر والدوري. والدوري. الاثنين. الطلب منهم تقرير مفصل عن الاحداث كامله. يعني الطلب منهم تقرير مفصل على الاحداث كامله. وعشان كده فكره ان انت اما تروح للفيفا يبقى الفيفا عارف. يعني لو الاهلي او الزمالك لو راحوا الفيفا، الفيفا عارف اللي حصل، فهيبقى الموضوع خلاص في اطار اتحاد دولي. يعني بس هل اتحاد الكره هيكون عنده الشفافيه ان يكتب لما جه يشتغل على ماتش السوبر اختار الشخصيات طبقا للائحه، اختار الجهات المسؤوله طبقا للائحه، ولا هيبعت تقرير باحداث الماتش بس؟ هو اتحاد الكره اصبح طرف في الازمه. هو هيبعت تقرير باحداث الماتش. وانت هتروح بشكوى باحداث الماتش. انت هتقول اسانيدك وهو هيقول اسانيده. والفيفا في الاخر هتنتصر او مش هتنتصر، اللي هتشوفه الصح هتقول. ممكن الامر يصل لمرحله ان الاتحاد الدولي او الناس المنوطه بمتابعه اداء اللجنه لو شافت في تقصير في اداء عمل الاتحاد، لان اول بند في اداره هذا الاتحاد او هذه اللجنه تسيير الشؤون اليوميه للاتحاد. المباريات دي والاحداث دي من ضمن المسابقات والشؤون اليوميه. ايوه. اذا حدث تقصير، هل عندك معلومه ان ممكن يكون في تغيير؟ لا ما اعتقدش. لاعضاء اللجنه؟ لا مفيش تغيير. مفيش تغيير. لا مفيش تغيير.
اللجنه مكمله لحد شهر 9 لحد قمه الانتخابات، حتى لو في تقصير منها في اداء مهمها، الا لو حد فيهم قرر يمشي. ليه؟ ما هو موظف، انا ممكن اغيره كاتحاد دولي. لا، انما اتحاد دولي يستبدل. لا، مثلا رئيس اللجنه وهو بيشكل لفكره مباراه القمه حط منسق عام المباراه غلط، مفيش منسق امن للماتش، مفيش مراقب لجنه حكام سافر. ايوه، ما هو ده انت بتتكلم في اساسيات اعداد تقارير المباراه. هو برضو اللي هو اللي بيحط الاساسيات بتاعت لجنه المباراه، ما حط رئيس لجنه الحكام مراقب المباراه. مع يعني هو ذنبه ان رئيس لجنه الحكام عنده سبوبه تحليل مباريات الدوري السعودي؟ يعني ما حاجه برضو مزعجه جدا يا جماعه. طب ما خدش ليه قرار باقاله لجنه الحكام؟ ما هو المفروض ان في انه كابتن محمد فضل قال انه في اجتماع هيحدث للجنه الخماسيه خلال ساعات لبحث هذا الامر، وقد يكون هناك قرار بتغيير الكابتن جمال الغندور لانه مش فاضي، يعني مش فاضلنا. والكلام ده انا قلته هنا 60 مره قبل كده، الماتشات بتتلعب والكابتن جمال الغندور على الهوا مش شايف. كابتن جمال الغندور اهم حاجه في حياته كلها انه قال الغندور يلعبه. يعني بقى عندنا 6 غندور بيلعبوا دلوقتي. يعني ما فيش احمد، ومع كل الاحترام ليهم، احمد غندور حكم هايل، حكم رائع، يعني حكم من الحكام فعلا كويسين، ولكن الكابتن جمال بيظلمه. بس احنا وصلنا لمرحله هنتكلم في الكلام ده بعد كده لما تيجي الاحداث مباراه الدوري، بس انا بتكلم في مرحله ان مراقب الحكام مش موجود، يعني الحكم نفسه. طب مين اللي استلم تقرير الحكم؟ كابتن جمال اكيد خدوه في السعوديه، خطف رجله خده ورجع تاني. يعني مين اللي استلم تقرير الحكم؟ الحكم كتب تقرير ولا بعته؟ لا، بعته. ما هو اللي يقول لنا، ما هو بص، تقرير مراقب المباراه، مراقب الحكام هو اللي يقول ده، ما كانش فيه مراقب حكام. طب في منسق امني للماتش؟ ما تعينش منسق امني، ازاي ما تعينش منسق امني؟ اعتقد ان في منسق امني من الجانب الاماراتي. لا، انا بتكلم على الاتحاد المصري، هو المسؤول عن تنظيم الماتش. لا، ما هو في لجنتين لتنظيم المباراه. رئيس اللجنه المنظمه سهيل العريفي كان معايا على الهواء هنا في التليفون في قناه الاهلي، وسالته على تنظيم المباراه، قال لي التنظيم بالكامل للاتحاد المصري. بدليل ان الجانب الاماراتي هو اللي دفع قيمه التذاكر والاقامه والبدلات الخاصه بالحكام النرويج والكروات، اللي هو المفروض كان في الفار، معرفش كان موجود ولا مش موجود. لكن لجنه الحكام هي اللي اختارت الحكام. فبالتالي الامور الفنيه المتعلقه بتنظيم الماتش. كان في فار في الماتش؟ مش عارف. لا، كان في فار فعلا. ما تيجي نطلب من الاتحاد الهايلايتس بتاع الفار، يعني لو يعني في لو في فار هيبقى في هايلايتس. لانه الفار في كوره واضحه جدا لجيرالدو فيها كارت احمر لاعب من لاعبي الزمالك، انا مش فاكر هو مين. عرقله كامله. جيرالدو عدى والكره عرقله كامله، حسبت ركنيه، حسبت ضربه ركنيه. في ضربتين جزاء محمد ابو جبل طلع فيهم لحد تقريبا خط الست يارده. فين الفار؟ يعني فين الفار في الكور دي؟ يعني فين الفار؟ مش موجودين اصلا. طب اقول لك على حاجه ثانيه كمان في الفار بقى، وانا حتى كلمت فيها عضو في لجنه الحكام وكان مستغرب انا بقول له الكلام ده، بس مش هقول اسمه. يعني بقول له ازاي اساسا الحكم المساعد يرفع تسلل على كوره دخلت هدف من غير ما يرجع للفار؟ طالما في فار الحكم المساعد ما يرفعش التسلل الا لما الفار هو اللي يقول له جون ولا اوفسايد. طالما المساعد رفع تسلل يبقى هو عارف ان مفيش فار. اللي هي الكوره اللي كانت في الشوط الاولاني اللي جابها جيرالدو هدف. انا لو في فار المساعد ما يرفعش تسلل. واخد ده قياس على ماتش الوداد والترجي لما وليد الكارتي احرز هدف في مرمى الترجي، المساعد رفع الرايه. ليه رفع الرايه؟ لانه عارف ان مفيش فار. في بروتوكول الفار انا كمساعد او انا كحكم ما اخدش قرار في هدف الا لما الفار هو اللي يعمل تشيك ويقول لي جون ولا مش جون. صحيح. يعني انا المفروض الكوره دخلت هدف، انا كلاين زمان ما ارفعش الرايه لغايه لما اشوف الحكم الفار هيقول لي ايه. صح. لكن طالما رفعت الرايه يبقى انا عارف ان مفيش فار. فبالتالي سهل جدا نسال الاتحاد لو عايز يطلع من الجزئيه دي، طبيعي جدا يبقى في هايلايتس لغرفه الفار. هم جابوا، لان انا كنت في الملعب. هم جابوا للاحداث. لا، يعني جابوا قبل الماتش. زي ما بيجيبوا غرفه. لا، ما جاتش حاجه، ما جاتش حاجه. وحكام قاعدين في الفار وبتاع. ما جاتش حاجه. ما جاتش؟ ما جاتش حاجه. لا، كابتن جمال ولا لقطه ولا غرفه الفار، ما فيش ولا لقطه جت. ما طلعش فار خالص. ما فيش ولا لقطه جت، كان بس بيتكتب على الشاشه تشيك فار. فعشان كده انا بقول لك ايه، محتاجين شيك فار وما جابوش لقطات للشاشه. لا 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 ولا حاجه ولا لا، عملوا ويندو ولا جابوا الغرفه اللي فيها المساعد والاساس الكروات اللي كانوا موجودين. لا لا، ما فيش حاجات خالص. عشان كده انا بطلب من الاتحاد يطلع هايلايتس للغرفه نفسها داخليا. على فكره سهل جدا تقدم هايلايتس ان تثبت ان كان في فار. لو هو الاتحاد عايز يطلع من الموضوع ده، لان خد بالك ما حدش برضه ناقش الجزئيه دي باستفاضه. لا، انا شاك انه كان في فار في الماتش. ما انت بتشك، وانا كنت شاكك، وانا اتكلمت مع حد في لجنه الحكام. لانه الكوره بتاعه جيرالدو. لا، يعني ده قلب في كره القدم. انا سالت الراجل زق الكوره واللعيب اتزحلق ومفيش حاجه. لا، في التسلل، بص اقول لك على حاجه، الفاول انت ممكن ممكن لا. لكن التسلل انت بتتكلم في البروتوكول.
انا سالت حد في لجنه الحكام حتى هو استغرب، قال لي انت اللي بتسال السؤال ده ولا حد من الحكام هو اللي قال لك المعلومه دي؟ تخيل انت يا احمد، يعني حتى وصل لمرحله انت ازاي عرفت مثلا كلمه البروتوكول في الجزئيه دي؟ قلت له لا، ده شيء معروف، البروتوكول موجود على لائحه الاتحاد الدولي على الموقع الرسمي. فهل كان في فار؟ قال انا في مصر ما سافرتش. قلت له طب انا عايز اعرف في فار ولا ما اعرفش فار؟ قال لي الاتحاد هو اللي يقول. طب انا عندي شك ان ما كانش في فار، وعلى فكره لو ما فيش فار ما يبطلش الماتش. ما يبطلش الماتش عادي، ما فيش مشكله، بس يبقى في مصداقيه. زي المصداقيه. انا بقول لك انا وجهه نظري انه ما كانش في فار. يعني كان كاموفلاش كده. لان التسلل ما يتحسبش الا لما يكون في فار هو اللي انا بقول لك لا، التسلل الحدث بتاع الاشتباك بتاع طارق حامد وكهربا لو في فار كان خد قرار، كان خد قرار. اصطدام فرجاني ساسي، لا فرجاني ساسي كمان باليو ديانج في وسط الملعب. دخلت الرجل في قصبه الرجل دي فيها قرار. حازم بكهرباء، حازم بكهرباء. يعني في ملفات كتيره في الماتش فيها لازم فيها فار. خلينا يعني برضو رجعنا تاني، نرجع بقى، لا نرجع بقى لجزئيه اجتماع الفيفا. اجتماع الفيفا مع اللجنه، انت قلت لي فكره اللائحه والمفروض في تقرير هيتقدم الماتش. بس هل انت تثق ان اللجنه اللي هتقدم التقرير تكتب في التفاصيل مسؤوليتها حتى في اعداد الماتش؟ طبعا اعتقد ان احنا مش هنشكك في الناس كلها يا محمد، يعني برضو اصل لازم تبقى لها مسؤوليه. طبعا، ما هو الناس دي مسؤوله، والناس دي بتدير الكره في مصر، فلازم يعني نثق فيهم شويه يعني. ولكن احداث واضحه، لانه النادي الاهلي عنده حيثياته وطلع في بيانه بعض الحيثيات دي. تمام. وهيبدا يعترض، والفيفا يعني انت هتبعت للفيفا تعترض على القرارات. الاول في طرق، في التماس، ما اعرفش هل الاهلي النادي الاهلي هيقدم التماس ولا لا على العقوبات. خلينا نعدي للجنه الانضباط ازاي؟ يعني هي اللجنه اللي واخده القرارات، التمس قدامها ازاي؟ ما هو في لجنه الاستئناف. لجنه الاستئناف اقصد، ما هو انت مش موجوده لجنه الاستئناف. لعيبه اللي اسمه بيراميدز لما توقفوا قدموا التماس لمين؟ للجنه الانضباط برضو صح؟ ايه؟ لعيبه بيراميدز لما توقفوا كل واحد 3 ماتشات الانضباط هي اللي خدت الالتماس. طيب، ما هو ازاي؟ ما انت هترجع لنفس النقطه تاني، هتطلب منهم على فكره. هو برضو كمان في لبس حاصل في لجنتين المفروض في لائحه النظام الاساسي اتحاد مصر كره القدم، لجنه الانضباط ولجنه القيم. ما هي لجنه القيم هم عملوا ميكس فسموها لجنه الانضباط والاخلاق، وده غلط. يعني ايه مدرس انجليزي وفرنساوي لحد ما نجيب مدرس فرنساوي مدرس عربي؟ لازم تعمل لجنه قيم، لانه في احداث كتير جدا 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 لجنه الانضباط نظرتها مش من حقها ان هي تنظرها. دي من حق لجنه القيم. قرار كهربا ده قرار مسابقات. اقول لك ليه؟ عشان طرد. الكارت الاحمر ده ده قرار رياضي للمسابقات. قرار شيكابالا قرار لجنه انضباط، وفي قرارات تاني قرار لجنه قيم، وفي قرارات تانيه قرار لجنه قيم. لانه في انت بتعاقب حد ما كانش موجود في الماتش، ملوش دعوه لجنه الانضباط، ده ما كانش موجود اصلا. يعني المذكره اتقدمت من محمد فضل دي لجنه قيم مش لجنه انضباط. بالظبط كده، لجنه قيم بالظبط كده. يعني الموضوع ده، لانه لجنه القيم هي اللي كان رئيسها الاستاذ محمد عبد صالح اعتقد. مظبوط. اللي خد القرار قبل كده في نفس الموضوع. لجنه القيم ملهاش علاقه خالص بتاخد. ولجنه الاستئناف الله اعلم والله اتشكلت ولا ما اتشكلتش، لان لو اتشكلت لازم تاخد اعتماد جمعيه عموميه. ما هو احنا بس يعني لجنه انضباط لو اتشكلت كان لازم اعتماد جمعيه عموميه. بنليسها. ما اللجان كلها متشكله غلط. بنليسها. طب في لجنه مسابقات؟ لجنه مسابقات؟ لا، في اداره المسابقات. طيب، هل ينفع اعين مدير اداره المسابقات منسق عام للمباراه؟ ما انت كنت معين رئيس لجنه الحكام منسق حكام. لا، رئيس لجنه الحكام مراقب حكام، ما فيش مشكله. هي لا، اقول لك ليه. قول لي ليه. انا كدلوقتي مدير مسابقات، لو في قرار متعلق بالمسابقات في الماتش مين اللي هينظر له؟ هو. طب انا في نفس الوقت منسق المباراه، انا اللي هكتب التقرير، يعني انا اللي هكتب التقرير وانا اللي هاخد القرار؟ فهمت وجهه نظري؟ بس اعتقد ان هو كان حسام الزناتي كان منسق الماتش، كان منسق كان سي او بتاع الماتش، وقدم تقرير. طب ازاي هيقدم تقرير وهو اصلا مدير المسابقه؟ هو قال انه ما شفتش حاجه، يعني انا ما قدمتش، يعني قال ان انا ما بقاش، يعني خرج نفسه موضوع شهاده الاحداث. كان موجود في الصوره، احنا لو شفناه. موجود. هو قال انا ما شفتش حاجه. خرج نفسه من الخناقه. انا عايز اوصلك لانه برضه حسام عليه كلام عشان انه زملكاوي وانه انه انه انا عايز اوصلك لايه في النهايه؟ ان اتحاد الكوره هو بيبعت تقرير للفيفا لازم يكتب كمان مسؤولياته عن اختيارات الاشخاص اللي اداروا المباراه، او الشخصيات اللي تم تعيينها في اداره المباراه. اتحاد الكوره عين اشخاص غير منوطين اساسا بالمباراه، ولم يختار بعض الشخصيات في بعض المناصب للمباراه. مفيش منسق امني، ما راحش مراقب حكام، ما تعينش منسق للمباراه بشكل سليم. لا، هو حدد مراقب حكام، بس مراقب الحكام كان عنده يعني كان عنده ظروف، كان عنده حدث. الحقيقه انه حتى البديل ما راحش، يعني حتى الاعتذار نفسه
مهين للكره المصريه الحقيقه. يعني مع انا الكابتن وائل غندور انا بحبه جدا وهو شخص جدير بالاحترام فعلا، ولكن الحقيقه كل تصرفاته من ساعه ما بقى رئيس لجنه الحكام كلها غريبه الحقيقه. يعني احترام حط الاتحاد نفسه في مأزق على فكره، يعني كان لازم يحترم المكان اللي هو فيه، لانه مفيش حاجه تساوي ان انت تحترم مكانتك كرئيس لجنه حكام وتبقى موجود في مباراه زي دي. يعني وجودك في مباراه زي دي الحقيقه كان احترامك لمنصبك الحقيقه. لما خلينا برضو نكون واضحين برضو عشان الشفافيه اللي موجوده اللي احنا بنتكلم فيها محمد، كابتن جمال الغندور طلع شكر، كتب شكر على الفيسبوك او طلع زي بيان شكر كده لكل الناس اللي عملت تقنيه الفار، فلان وفلان 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 وفلان، ولم يذكر اسم محمد فضل. والحقيقه كل اللي عمل موضوع الفار هو محمد فضل. انت دخلتني في موضوع تمام. يعني خلينا نكون واضحين يعني تمام. عشان بس برضو ايه ما نقعدش نلف وندور. تمام. يعني لا عمرو الجناني له علاقه بالفار ولا رضا العطار له علاقه بالفار ولا الدكتور جمال محمد علي، مع كل الاحترام ليهم ما حدش له علاقه. اللي عمل الفار من اوله لاخره، اللي بيلف ويدور حوالين الفار من اول ما اتعمل هو محمد فضل. فالدكتور الاستاذ جمال الغندور او كابتن جمال الغندور شكر كل الناس اللي ما لهمش علاقه بالموضوع وما شكرش محمد فضل. والحقيقه يعني ده بيبين انه في ازمه. واضح كده ان في ازمه. واضح ان في ازمه. وفكره ان كابتن جمال ما راحش المباراه بياكد ان في ازمه. طب يا كابتن جمال انت في ازمه بينك وبين فضل، الكره المصريه مالها؟ منظرنا قدام الناس ماله؟ يعني علاقه عارف فضل لما كان في اجتماع الاتحاد الاماراتي لما طلب منهم طب حط لنا بس مراقب حكام من الاتحاد الاماراتي ما كانتش مفهومه هيعمل ايه. طيب هو نفسه حتى طلع اعلن ده. ما هو قال ان احنا طلبنا الكابتن تامر دري، فكابتن تامر حصلت حادثه لزوجته قبل السفر قبل السفر يسافر. طب يا كابتن جمال ليه؟ يعني هل مباراه الدوري السعودي بين احد والفيحاء ولا الاتحاد والنصر ولا ايا كان من الناس؟ ما امبارح كان في مراقب من الحكام محمد فاروق عضو اللجنه بالظبط كده. ما امبارح كان موجود. هتقعد وجودك في الاستوديو عشان تقول دي تسلل ودي كورنر ودي وتقف على الشاشه وتحلل ده اهم من شكل الكره المصريه؟ طب اقول لك على حاجه مفاجاه، انا حد بعت لي بدون ذكر اسمه يعني بيقول لي الاتحاد المصري لاغي موضوع المنسق الامني في جميع المسابقات. الكلام ده لو صح والاتحاد الدولي لو عارف الكلام ده اللجنه دي ما تكملش. المنسق الامني ده اللجنه دي ما تكملش. انت تعرف ان الاتحاد الافريقي كان عامل سيمينار وندوه لكل الانديه المشاركه في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه من حوالي اسبوع في احدى الفنادق في القاهره لشرح شروط السلامه والامن في الملاعب؟ لا ده سلامه وامن وحقوق وامن اللعيبه تخيل والتلاقي. لا 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 ده انا عمال اسال صح فين المنسق الامني؟ لقيت حد بعت لي بيقول لي اصلا مش موجود منسق امني في جميع المسابقات. في محاضره انا حضرتها مع منتخب كابتن ضياف 2011 في كولومبيا كاس العالم للشباب. محاضرات كامله بتحصل للفرق بيجي مندوبين من الفيفا حد بيتكلم على التلاعب في المباريات، حد بيتكلم على الامن، حد بيتكلم على الحكام، حد بيتكلم على البروتوكولات اللعيب. كل الكلام ده يعني المنسق الامني ده المنسق الامني الملاعب ده يعني انا كنت مسؤول اعلام في كاس الامم في مجموعه السويس. المنسق الاعلامي كان المنسق الامني موجود قبلنا. هو اللي بيفتح الملعب. هو اللي بيفتح الملعب. هو اللي معاه مفاتيح الملعب. هو اللي معاه المحضر الامني. يعني انا مثلا عشان ادخل الميديا سنتر او الميديا تريبيون او المنسق الامني طريقه. هو اللي مبلغ كل المراقبين. يبص ويقول لي هنا لا انت عندك مشكله، لا انت هنا بقى في كذا، لا انت هنا في كذا، البيبان دي ما ينفعش. كل الاجتماعات قبلها كان المنسق الامني بتاعه كان من جنوب افريقيا كان من الكاف اسمه سام. ما لسه موجود لغايه دلوقتي بيجي بيحضر. فسام كان بيجي هو بيتكلم عربي كويس جدا بس بيعمل نفسه ما بيتكلمش عربي عشان يسمعك لغايه لما يكشفك يعني. لغايه لما يكشفك. فسام كان بيجي قبل المباراه والدخول من هنا والمصورين هيدخلوا من هنا وهو المسؤول تماما عن الملعب. هو الجي سي بتاع الملعب اللي هو كان حسام الزناتي تقريبا في مباراه السوبر. ف مش معترفين. معلش كده بقول لك ايه، لو اتحاد الكوره هيرسل للفيفا تقرير مفصل عن احداث السوبر هو مسؤول بدرجه كبيره جدا عن احداث هذه المباراه. ليه مسؤول؟ لانه ما حطش كل واحد في اختصاصه ولم يعير اي اهتمام لبعض المناصب المهمه جدا في هذه المباريات. المنسق الامني ده دوره اهم كتير 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 من مراقب المباراه.
المنسق الامني ده هو اللي بيحضر الاجتماع الامني للداخليه او المسؤولين القطاع الامن مع الناديين مع الاتحاد المعني لتنظيم المباراه، وبيحدد كل الرولز المتعلقه من اول تحرك الفريقين لملعب المباراه لغايه لما الحكم او لغايه لما كله يخرج من المباراه. تخيل ده الاتحاد مش معترف بيه. وزيدك من الشعر بيت والناس هتتفاجئ، انا قلت لك على ندوه كانت معموله من حوالي اسبوع، سيمينار من الاتحاد الافريقي للانديه عشان شروط السلامه والامن والمنسق الامني يكون موجود، لان اي نادي بيلعب في بطوله افريقيه في الملف لازم يكون مين معروف منسق امني. طبعا الاتحاد كان مدعو لهذا الاجتماع والاتحاد ما حضرش. يعني اللجنه اللي بتدير الاتحاد المفروض هي ناس موظفه وناس متعينه بقرار من الفيفا، ناس محترفه. لو مش عارفين اهميه هذه المناصب ما يقعدوش على الكرسي دقيقه واحده. هو مين اعتقد انه ما فيش منسق امني للاتحاد نفسه؟ كان في ومشي. مين؟ العميد حازم الغريب اللي كان مسؤول قبل كده في حرس الحدود، عارفه اكيد. مين دلوقتي منسق امني جوه الاتحاد الافريقي؟ بص خلينا نكون واضحين، هم خمس شهور بقى ويعدوا زي ما هي ازمات هي بتحصل. انا بكلمك بس في فكره ان التقرير اللي هيتبعت من اتحاد الكوره للفيفا لازم يحط في مسؤوليات عن نفسه في الملف ده. هنشوف ما هو التقرير ده هيتبعت للفيفا، فالفيفا هيبعته للانديه لان الانديه هتبقى طرف، هيقول لهم والله التقرير اللي جالي من الـ من الـ من, الـ من الاتحاد المصري لكره القدم في 1 2 3 4 هتقولوا ايه؟ فطبعا انت هتاخد اللي بعته الاتحاد تبدا ترد 1 2 3 4 5 6 وتقول، واعتقد انه اعتقد العقوبات هتتم وكده كده. انا يعني المحكمه يعني الاتحاد المصري خد قراراته، انا وجهه نظري العقوبات هتتم تخفيفها جدا يعني. ده اذا ما اتلغتش. لا لا مش هتتلغي والله العظيم، في قرارات في قرارات مش في اللوائح. لا ما ينفعش تلغي يعني، انا وجهه نظري خليها فين اللائحه؟ ما يعني هترجع نرجع تاني يعني ايه؟ الحيثيات يعني لو بدأنا نعلق على حيثيات العقوبات لازم تضحك يا احمد. يا احمد يعني لازم يعني لازم تضحك يعني تغيير يعني تيجي تقول هنا لما تيجي تقول اصل انا فلان عمل فانا ما باخدش بلغه الشفايف. طب تاخد على فلان التاني بلغه الشفايف ليه؟ يعني انت عاقبت واحد بلغه الشفايف ما عاقبتش التاني بلغه الشفايف. عاقبت واحد عشان كسر ايس بوكس وما عاقبتش واحد وارتكب فعل يعني الحقيقه فعل فاضح، فعل مشين، يعني فعل مرعب جدا. والحقيقه انه طبعا مع كل ما قيل في حق شيكابالا من الجماهير هو خطا فادح، عشان برضو بس نكون واضحين وعيب وما يصحش، بس ده ما يديكش مبرر اللي انت عملته. لانه عماد متعب نجم هجوم النادي الاهلي وانا كنت معاه اول امبارح، حصل معاه اكتر من كده بكتير. وفي احد المباريات في 2011 مانويل جوزيه جاب عماد متعب وقال له يا عماد لو انت مش قادر تلعب ما تلعبش، انا بعافيك يا ابني. ولعب وسجل، لعب ملتزم، لانه انت نجم، انت عليك النجوميه ليها ثمن. لو مش اي حد يتقال عليه نجم، لو انت مش عارف قيمتك كنجم بالزبط. وككابتن وقائد بالظبط، لا ما ينفعش. فالحقيقه ما ينفعش تبرر، ما ينفعش نبرر الخروج عن النص بال 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 ما هو غلط يعني اللي اتقال كله يعني، عشان برضو الناس ما ايه اللي اتقال عيب ما يصحش وغلط ما ينفعش. اللي انا هقبله على نفسي ولا محمد سعيد ولا اي حد هيقبله على حد بالظبط، انما ده مش مبرر ان انت تخرج عن النص. فالحقيقه وده مش مبرر للجنه تديه ان يقول لك اصل تهاجم يعني انت ما كنتش طلعت حيثيات احسن، حيثيات كوميديه، حيثيات الحقيقه يعني تضحك. ما هو الحيثيات دي هتقوي ملفك لما تروح تشتكي. لان اقول لك على حاجه، هيقول لك ايه ما انت لازم الاول تاخد الاطار القانوني من مصر. اوكي ما انا هاخد الاطار القانوني، بس انت ليك فتره زمنيه معينه، لو ما رضيتش عليا هروح للمحكمه الرياضيه الدوليه. والمحكمه الرياضيه الدوليه لما تشوف الملف وتبص على الاختصاصات الموضوع هيبقى كوميدي قوي على فكره. الملف هيبقى كوميدي جدا، اعتقد الموضوع مش لان الملف بجد خلينا عندي ماتشين سان داونز يا محمد وبعدين اتكلمنا عن سان داونز برضه كان. طيب الاجتماع انت متوقع ممكن يخلص النهارده بقرارات من ال لا مش قرارات يعني هو اجتماع يتحدد فيه خريطه الطريق؟ ما هم هيحددوا خريطه الطريق وهيبداوا فيها. تنقيه الجداول الجمعيه العموميه، تحديد ميعاد الانتخابات، شكل المجلس، عدد الاعضاء، اللائحه، كل ده اعتقد انه هو البند اعتقد الاهم اللي شاغل الناس كلها عدد الجمعيه العموميه. الجامعه العموميه اللي انا يتعدى عددها 100 نادي. تصدق بالله؟ لا 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 والله العظيم الملفات دي ولا بقى لها اي قيمه، مش هيفرق معايا عدد الانديه من الانتخابات امتى، لان في النهايه للاسف النتيجه واحده. عارف احنا بنفتقد لايه يا احمد؟ الاداره. طبعا. للاسف حتى الشخصيات اللي بيختاروها عشان تدير عندها ازمات كبيره جدا، ما حدش بيفكر يثقف نفسه ويسافر وياخد معايشات وياخد دورات في الاداره. للاسف. كل اللي بيحصل في الاداره الرياضيه في اتحاد الكوره او في مصر للاسف ماشي غلط.
فصدقني والله العظيم صدقني بجد. بص فكره تنقيط تنقيط الجدول. أنا قبل كده قلت يا محمد اعمل خد القرارات اللي انت شايف ان هي صح وطبق على الكبير والصغير، وطبق اول ما تطبق على الكبير والصغير وما تقولش ما تخافش ومحدش يتدخل عشان يلغي القرارات، هتبدا الدنيا تمشي صح. دي اسهل لجنه جايه تدير. اه طبعا دي اسهل لجنه. يعني لو مكان الناس دي في العشر شهور يا نهار ابيض، ده ندخل التاريخ. كل الظروف مواتيه لنا ندخل التاريخ. بص بدايه ازماتهم الحقيقه هم كانوا ماشيين صح لحد تاجيل مباراه الاهلي والزمالك الحقيقه، عشان ما نكون منصفين يعني. مباراه الاهلي والزمالك وتاجيلها في الدوري كان بدايه الازمات وما كانش ليهم يد فيها. هي من بعدها زي ما انت شفت بقى اي حد معدي بقى ياجل، لان انت اضطريت ان انت بعد ازمه مباراه الاهلي والزمالك ان انت تاجل الدوري 55 يوم عشان وقت تاجيل المباراه بسبب ظرف امني انت ما كنتش صريح مع الناس. بالظبط. وطلعت قلت للناس يا جماعه الوضع كذا كذا كذا، حتى بخطابات رسميه، مش هقول لك بشكل ودي، حتى بخطابات رسميه نفذ حتى جدول الدوري اللي انت عامله وكاتب فيه ان مفيش تاجيل. ما هو كان عايز ينفذ. لا ما هو لو في مكتوب له في اللائحه، هو نفسه اللي كاتبها. ما هو انا اللي بيعنيني ان هو كاتب في اللائحه حاجات. ما هو كان عايز ينفذ. الامن دخل وقال له ما انت قال له ما تلعبش. الامن قال له ايه؟ ما تلعبش. مكتوب في في اللائحه بتاعه الجدول وهو كاتبه بنفسه وماضي عليه، مكتوب فيه ان الامن لو اجل مباراه انا اخطر النادي بتاجيل الامن المباراه وعلى النادي تحديد موعد بديل او تحديد ملعب بديل. ما عملش ده لانه الامن قال له لا العبها بقى وقت من اقصد ما بلغش النادي. ما هو الفكره ما قامش بدوره حتى. ما هو انت لا ما هو برضه عشان نكون منصفين يا محمد. هم ماتش تاجيل الماتش اول مره ما كانش بتاعهم. ماشي مش بتكلم في التاجيل، مين اللي ياجل؟ الامن اللي اجل. الامن اللي اجل. قوم بقى بدور. خلاص انت هنا بص انا هنا ماشي على طريق. اتحط لي مطب. لبست المطب. ماشي. بعد كده بقى خلاص. خلاص بقى. خلاص. بقى كل واحد بقى بي اخبط في الحيط. خلاص خلصت. اسف. بقى الموضوع خلاص بقى يعني مشي في مطبات بقى. انما الحقيقه هم لحد المطب بتاع لحد الماتش القمه، لو ماتش القمه اتلعب في ميعاده في الاسبوع الرابع كان الدوري خلص في مايو. بالظبط. وما كناش وقفنا 55 يوم، وكان زماننا دلوقتي بنلعب في الاسبوع ال 20 او الاسبوع ال 23. وكان زمان الفرق عندها مساحه زمنيه كويسه جدا لمباريات افريقيا، وكان السوبر اتلعب في يناير. الحقيقه كان كل الموضوع ماشي صح. ماشي صح، وكنا لحقنا السيل في دبي. فالحقيقه موضوع يعني هزار يعني الحقيقه انه هزار. فخلينا نقول الفتره اللي جايه تبقى اهدى شويه، فتره سبع شهور على وجهه نظري. ما فيش سبع شهور ولا حاجه يعني. شهر اتنين انت خلاص انت في مايو والموضوع خلاص يعني هندخل في انت عندك مارس كله توقف، نصه توقف تقريبا. عندك مايو هيكون الدوري خلص مايو في اخر مايو اتوقع. اعتقد في اواخر مايو يكون الدوري خلص ودخلنا في معمعه طوكيو. طوكيو وبعد طوكيو على طول انتخابات. انتخابات. في مشاهد للانتخابات باينه؟ انا قلت لك المهندس انا بريده رئيس الاتحاد المصري القادم. لا انا مش بتكلم على الرئيس. وقد يكون رئيس الاتحاد الافريقي كمان. وقد يكون رئيس الاتحاد الافريقي. انت بتفتح ملفات في توقيتات في الوقت الضايع. الاتحاد الافريقي؟ ان شاء الله. هو طبعا ان شاء الله باذن الله شخصيه مصريه طبعا بنعتز بيها وكلنا نتمنى له الخير، بس انت شايف ان الفتره الجايه في الاتحاد الافريقي الظروف مهيئه للمجموعه اللي موجوده حاليا ان ممكن يكون حد منهم في الاتحاد الافريقي؟ طبعا. المهندس هاني ابو رضا علاقته قويه جدا بانفنتينو ورئيس الاتحاد الدولي، وهو هو اللاعب الاساسي في الموضوع. خلينا رايك كيف تعامل انفنتينو مع الاتحاد الافريقي؟ بعد ولا قبل؟ بعد ايه وقبل ايه؟ بعد الجمال العمل اللي فات ولا قبل الجمال العمل اللي فاتت؟ لا ما بعد المكتب التنفيذي قصدك. ايوه بالظبط. لا بعد المكتب التنفيذي. لا خلاص الموضوع انتهى. لا قبل كانت قصه ثانيه. بعد المكتب خلاص التنفيذي. خلاص يعني خلاص تعالوا بقى تعالوا نشوف انتوا ايه اللي بيحصل. هو بعد المكتب التنفيذي بعد 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 ما تم الغاء المندوب السامي فاطمه سموره بقى المكتب التنفيذي قرر الغاء فتره السماح للمندوب السامي بالقياده الاتحاد الافريقي. الموضوع ده يعني خلاص طلعت الملفات بقى. يعني طلعت ملفات والحقيقه الملفات يعني برضو ايه فيها حاجات يعني لما يعني الحاجات اللطيفه موضوع العمره والحج وبتاع مش عارف ايه. الصوره اللي طلعت للمهندس انا بريده كان صوره عمره على فكره مالهاش علاقه بالحج، هي بتاعت الحج الثانيه دي حاجه ثانيه خالص. فالحقيقه طلعت الملفات بقى بتاعت الفساد واحمد احمد واتحاد الافريقي طلع بيان انه هي اوتو فار لانه انفنتينو طول الوقت شايف ان احمد احمد مدين ليه بان هو اللي جابه. لان احمد احمد لولا مسانده انفنتينو ومصر والمغرب وتونس ما كانش ينفع ياخد صوتين. بالظبط. يعني ما ينفع يعني هو حتى صوت بلده ما كانش هياخده. ولكن التفكير انفنتينو وادارته الملف الموضوع عشان بس نكون واضحين يعني هو اللاعب الرئيسي في الاطاحه بعيسى حياته.
في موضوع رحيل عيسى حاتم الاتحاد الافريقي، كان انفنتينو معاه الحلف المكون من مصر والمغرب وتونس، يعني طارق البشماوي ومهندس هاني فوزي لقجع وفوزي لقجع. فكان المجموعه اللي كانت مش قدار، يعني اللي كانت مش عايزه عيسى بعد الخناقات بتاعه البس وي وي وي. فانفنتينو كان هو اللاعب الرئيسي في الموضوع، واللي هو اللي كان رافض البقاء ووجود عيسى حياته. دلوقتي بقى في تحدي من احمد لانفنتينو واضح. يعني مين اللي مع احمد؟ لا محدش دلوقتي مع احمد، يعني اكيد هيبقى في تحالفات. ما اعتقدش، التحالفات القويه كلها ضده. التحالفات القويه كلها ضده، كلها ضده. الا بقى لو حسن علاقته تاني بانفنتينو. هل ده ممكن يكون له تاثير سلبي على المسابقات الافريقيه؟ لا ما اعتقدش. يعني قرار اختيار نهائي افريقيا لغايه اللحظه دي اكيد ممكن يكون في ازمه. ده قرار مكتب تنفيذي. ما هو قرار مكتب تنفيذي بس فتح الملف على هيروح نفسه. بص خلينا نكون واضحين، هيروح افريقيا السمراء. بس خد بالك يعني. المغرب قدمت وتونس قدمت، وتونس لما لقت المغرب قدمت فبالتالي انت رحت معاهم يعني. مين؟ معاهم رواندا على ما اعتقد. بص اقول لك على حاجه، بيان رسمي من كاف يقول مين اللي قدم وما قدمش ما اعلنش لحد معلوماتنا. انا رواندا ما قدمتش. معلوماتي ان الكاميرون قدمت، وجنوب افريقيا الاعلام بيقول قدمت، واتحاد جنوب افريقيا ما اعلنش. المغرب وتونس في الناحيتين دول الوحيدين اللي اكدوا انهم قدموا. هيروح الكاميرون في بروفا لكاس الامم وعشان ما فيش فريق كاميروني عشان صامو لقيته مستشار الاتحاد. لا وعشان ما فيش فريق كاميروني في الثمانيه اللي موجودين عشان يبقى ملعب محايد زي ما هم قالوا. بس مصر وجنوب افريقيا من اعلى الدول اللي الاتحاد الافريقي بينظر لها من ناحيه تسويقيه واقتصاديه. انت ما قدمتش يعني لو صن داونز ما كملش ممكن يروح جنوب افريقيا. بس هل جنوب افريقيا قدمت؟ انا بقول لك المعلومه مش اللي قدم، مين اللي قدم بس. ما اعتقدش انه هيروح لتونس والمغرب بعد كل بي 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 فرصه يعني. وليه ما يقدموش؟ مش مستغرب ان المغاربه في فتره طويله جدا يقولوا احنا مش طالبين استضافه النهائي، وفوزي لقجع ملوش علاقه بالملف ده، واول ما المكتب التنفيذي حدد مواعيد من 11/2 ل 20/2 للجهه الراهنه في التقديم. 10/2 المغرب قدمت 10 قدمت في يوم 11. يعني المغاربه قعدوا فتره طويله جدا يقولوا احنا مش عايزين نستضيف. لا هم عايزين يستضيفوا طبعا، بس لما جه بقى ساعه الجد قدموا ملف. لانه عايز يدي فرصه زياده لفرقه. لو فريق من تحدد الملاعب على فكره لو عنده فريق من المغرب وصل فهو بيدي فرصه زياده لفريقه. لو المباراه قدم على الملعبين طبعا، قدم على البطولتين طبعا، مركب محمد الخامس لدوري الابطال وملعب مولاي عبد الله في الرباط. اعتقد ان هو ممكن يدي كونفدراليه للمغرب. لكن دوري الابطال اعتقد هتروح الكاميرون. هيقول هيتقال ان هو بروفا لكاس الامم والملاعب والاستضافه والبنيه التحتيه والطيران وزي ما بيعمل زي ما بتعمل في كاس العالم. يعني كاس العالم محطوط معايير زي كاس العالم الانديه بتتلعب في وكاس القارات بتتلعب قبل كاس العالم في الدوله اللي بتنظم كاس العالم. كنت نتمنى ان احنا نقدم في مصر. اتمنى طبعا. كنت تتمنى ده طبعا. ليه ما قدمناش؟ لا ما اعرفش، لان على فكره ده سؤال الناس بتساله على السوشيال ميديا من فتره كبيره. ما اعرفش رغم النجاح المبهر في تنظيم كاس الامم وكاس الامم بتاع 23 سنه انت في 5 شهور عملت بطولتين كبار. بطولتين كبار يعني في حضور جماهيري كبير، يعني عدى اعتقد انه وصل لمليون مشاهد. يعني بتتكلم في ماتشات مصر انه وصل لعبت 4 ماتشات في 70,000. لا رقم كبير في بطوله كمان صغيره، اعمار سنيه صغيره. بالظبط. طيب دوري ابطال افريقيا وجزء معاك الاخير في الحلقه اختم بيه. الاهلي هيلاعب صن داونز، الزمالك هيلاعب الترجي، مازيمبي هيلاعب الرجاء، الوداد هيلاعب النجم، وبالمناسبه الوداد غير المدرب تاني رابع مره متهيألي. جاب جريدو. هو جريدو انا شايف ان جريدو راكب طياره وبيلف شمال افريقيا. يعني خرج من الاهلي راح الرجاء، خرج من الرجاء راح العين، راح رجع من العين راح النجم، رجع من النجم راح الوداد، يعني يخرج من الوداد يلعب في نهضه البركاء. يعني ترجي. حاجه غريبه جدا. في تغييرات كبيره جدا على فكره في المدربين. يعني انت شايف الظروف المواتيه للاربع ماتشات. هو راح جريدو راح فين؟ الوداد. لا مش الرجاء. احنا لا سكتنا الرجاء. مسك الرجاء قبل كده. احنا مسكتنا الرجاء ولا مسكتنا الوداد؟ الوداد يعني جريدو تاني؟ جاي لنا تاني ان شاء الله. لا هي الفكره في حاجه ثانيه، سعيد الناصري السنه دي مغير مش اقل من 4. مغير 4 مدربين. كل مدرب. مغير 4 مدربين. والغريب والكوميدي بالنسبه لي هو على فكره سيبستيان دو صبر صديق شخص لسعيد الناصري على فكره. يعني جابه النهارده مشاه بكره ما عندوش مشكله. دي صبر ما عادش 4 ماتشات على بعض ما كملش. هو صديقه الشخصي. يعني انا لسه معتقد ان دي صبر بيدرب بيراميدز. صديقه الشخصي. يعني جابه مرتين على فكره في اقل من سنتين. جابوا مرتين في اقل من سنتين. غريبه جدا. ممكن يبقى مدير رياضي، ممكن يبقى مدير فني على حسب. بس التغييرات دي بتديك ايحاء ان البطوله مين اللي مركز فيها اكتر؟ صن داونز والاهلي ومازيمبي ولا الفرق التانيه؟ لان انا شايف استقرار اكتر في الثلاث فرق دول.
لا طب باقي الفرق غيرت غيرت بس الزمالك مع كارتيرون استقر. النجم ما هو مع الترجي مع معين شعباني مستقر. بقول لك صن داونز والترجي ومازيمبي والاهلي. والاهلي دول الاربعه. الاربعه مازيمبي مستقر. لا الفرق النجم لا النجم الوداد لا الوداد لا الرجاء الرجاء ما غيرش. الرجاء غير كان معاه كارتيرون وجاب جمال السلمي. جمال السلمي بص الحسابات المباراه دور الثمانيه كلها ما ملعبك. يعني الفرق الثمان فرق ما تعرفش مين هيوصل ومين ومين هي مين بره ومين جوه. نتمنى انه يكون الاهلي والزمالك ونشوف بقيه الفرق. اختيارات الحكام لهذه المباريات انا طبعا ما تقابلتش معاك من ساعتها يعني انت طبعا اسبوعين انت غطست كده في ابو ظبي ولما صدقنا ان احنا نرجعك تاني. لا اعتقد انه 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 اختيار في نداله هنا هو اسمه كده نداله نداله في الماتش اللي هنا هنا بيقال ان حكم كويس. اختيار طبعا يعني هو اقل حكم في المستوى الفني من كل حكام ال انما هناك طبعا وجود بكاري جسامه. بكاري جسامه ربنا يستر يعني يعني قلقان جدا من اختياره يعني لانه من الحكام اللي ما تعرف لهمش يعني لانه ما ينفعش الاتحاد الافريقي السنه اللي فاتت بكاري جسامه هو اللي بيحكم مباراه دور الثمانيه بين الاهلي والزمالك الاهلي وصن داونز مباراه العوده في برج العرب ويرجع تاني هو بكاري جسامه اللي يحكم مباراه الاهلي وصن داونز في العوده في بريتوريا. فكان نفس الامر السنه اللي فاتت مع الوداد كان هو بكاري جسامه حكم ماتش في دور الثمانيه وحكم ماتش في السيمي فاينل وكان مرشح للمباراه النهائيه هو بكاري جسامه يعني جاي ما لعبش. طب مراقبه الفيفا لموضوع الحكام شايف اعتقد هتفرق كتير. تفرق في الملف ده؟ تفرق طبعًا. مع الاختيار ده؟ طبعا هتفرق مع الحكام نفسهم لان الفيفا مراقب ملف الحكام في افريقيا وبيختار دلوقتي المصنفين ودلوقتي هو حاطط عينه على الحكام في افريقيا وحاطط عينه على افريقيا نفسها فاعتقد انه لا هيفرق كتير طبعا وربنا يا ربنا يعدينا على خير من ملف التحكيم ده. طيب كلمه اخيره تحب توجهها في النهايه تحب تقولها لمين وكلمه تقولها في اي اتجاه؟ لعيبه النادي الاهلي. للعيبه النادي الاهلي انتوا بتمثلوا فريق كبير الجماهير مستنيه منكم كتير لازم تثبتوا للناس انه انتوا تستحقوا ارتداء فانة النادي الاهلي. فانة النادي الاهلي ارتداها عظماء حققوا انجازات التاريخ يعني هيقعد كتير قدامها. دوري ابطال افريقيا بقاله سبع سنين بره النادي الاهلي. الجمهور مستني منكم ان انتوا ترجعوا له اللقب الغالي والعزيز. اي بطوله ثانيه جنب دوري ابطال افريقيا جمهور الاهلي مش عايزها، هو عايز دوري ابطال افريقيا. نتمنى ان يوم السبت كل اللي هينزل اي 11 هيرتدوا تيشيرت النادي الاهلي احنا وراهم. اي لاعب هيبقى في الملعب الجمهور هيبقى جنبه. تقدموا ما يليق باسم النادي الاهلي وما يليق بالنجوم اللي موجوده على الارض في النادي الاهلي. وتحققوا نتيجه تريحكم في مباراه العوده. وان شاء الله ان شاء الله الثلاث اللي جاي باذن الله محمد هنحتفل هنا مش هنحتفل هنتكلم على فوز كبير للنادي الاهلي على صن داونز باذن الله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. نلعب مع بعض ان شاء الله في الملعب يوم السبت. باذن الله. باذن الله ان شاء الله. شكرا يا ابو حميد. شكرا محمد. نورتني وشرفتني. سعيد جدا انا موجود معاك بعد غياب اسبوعين. اسبوعين. انا حاسبهم لك باليوم. اجازه سعيده. ربنا يخليك. واستمتعنا اكيد طبعا بوجودك في ابو ظبي اللي انت دايما كنت بتدينا كده شويه معلومات من قبل ما بتحصل حتى بايام. شكرا محمد. كنت هتعمل الماتش كنت هتلغيه. صح؟ شكرا يا ابو حميد. شكرا يا محمد. نورتني وشرفتني. بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده. قدر الامكان بنحاول نقدم لكم المعلومه الصحيحه الرقم الصحيح يعني بنحاول نوصل في النهايه لابرز الكواليس والقرارات اللي بتطلع من سواء من الجهات المختصه في اتحاد الكره او اللجان اللي ممكن تكون ليها بعض القرارات علينا ليها علامات استفهام بالنسبه للمرحله الجايه. لكن في النهايه ماتش صن داونز ان شاء الله يوم السبت القادم بدايه المشاركه في البطوله الافريقيه بشكل قوي، بدايه انك تعبر عن نفسك كبطل لدوري ابطال افريقيا 8 مرات، بدايه لجماهير النادي الاهلي في المسانده والمشاركه والتشجيع والمؤازره في هذه المباراه تحديدا بالنسبه للمرحله الجايه، لان المباراه دي هنبني عليها احداث كتيره قوي الفتره الجايه. ان شاء الله كل التوفيق للاهلي في الماتشات اللي جايه وان شاء الله باذن الله نقدر نعمل نتيجه ايجابيه في هذه المباراه تساعدنا قبل مباراه العوده في اسبوع بريتوريا ان شاء الله في مباراه صن داونز. بشكر حضراتكم لكن بعد الفاصل زميلي العزيز محمد الصاوي وفي ضيافته النجم الكبير الكابتن خالد جدالله. شكرا والى اللقاء.